اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري. دكتور اسامه، وصلنا الى كالحمار يحمر اصفارا، هل كذا هل كان هذا تقليلا من شان الحمار انه لا يعرف ماذا يحمل ففي بشر زيه كده؟ على ضوء القاعدة اللي قلناها قبل كده، هو ما قالش مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حينئذ تبقى شتيمة، إنما قال كمثل الحمار في حالة محددة، في حال كونه يحمل الأسفار. هذا الكائن أبعد ما يكون عن الاستفادة بما يحمله، فتضرب مثلا لكل إنسان بجواره ما ينفعه ومع ذلك مش منتفع به. روح نحن بدأنا نستعمل هذا المعنى في كلام في غاية اللطف، نقول فيه ومن العجائب والعجائب جمة قرب النجاة قرب السبيل وما إليه وصول كالعيس، يعني الجمال كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. جمال ماشية في الصحراء بتموت من شدة العطش والمية محمولة على ظهورها لا تنتفع بها. كائن اسمه الحمار يحمل على ظهره كتبا ولا ينتفع بها. هؤلاء عندهم التوراة وقرؤوها وعندهم أدوات فهمها ولم ينتفعوا بها، فكأن الله يقول سأحدثكم بموجب أني الذي أحسن كل شيء خلقه والذي أتقن كل شيء والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وعلمتكم أن كل شيء في الكون حولكم يسبح، وعلمتكم أنه رب دابة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فيا جماعة، ليست القضية قضية سباب ولا شتائم ولا غل ولا إهانة ولا تحقير، القضية أني أريد تعليمكم وتفهيمكم بأن أربطكم بالكون من حولكم. ولذلك يأتي المثل في القرآن الكريم بالبقرة وبالعنكبوت وبالنمل وبالنحل وبالحمار وبالكلب يريد الله أن يلفت نظر الإنسان إلى تأمل الكون من حوله. فإذا جاء إنسان عاش حياة مليئة بالإسفاف والإقذاع والبذاءة، فترسب في ذهنه أن هذا الوصف لا يستعمل إلا في معرض الشتم، فإذا قرأ القرآن يظن أن القرآن يقول فمثله كمثل الكلب فقط ويسكت. ما قالش كده، قال في حالة معينة، انتبهوا لبقية الصورة المركبة. قال كمثل الحمار وسكت، يبقى بيشتمه، بس هو مش بيشتمه، بيقول لك أريد منك أن تتصور مدى الإشكالية في امتناع وصول الهداية إليه رغم أنها بين يديه أقرب ما تكون إليه. كمثل هذا الكائن الذي يحمل الكتب ولا ينتفع، كمثل الإبر التي تحمل الماء وتموت من الظمأ. إذن يا جماعة، يريد الله تعالى أن يفتح عين الإنسان على شهود ما في الأكوان من حوله من طبائع وخصائص ولدت. ما بيديش دليل للسب أو مبرر للسب استخدامها في. ولذلك جاء في عشرات الآيات والأحاديث يقول وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب، اللي مختلف معك في الديانة أهو في حال الجدل والذي يثور فيه الغضب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإن جاهداك على أن تشرك بي في أشد أوقات المعاندة وعمالين يغالبوك علشان تكفر بي، اوعى تخرج عن طورك وتسيء الكلام وتتحول إلى شخص بذيء، لأنك حينئذ تهتك الحياء الذي علمتك على لسان نبي أن الحياء خير كله، وأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فبيقول له وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. اوعى أنك أنت يجري ويعتاد منك اللسان فحش القول. فبدأ الشاعر العربي اللي تربى على هذه المبادئ يقول وإني ليثنيني عن الشتم والخنا وعن سب ذي القربى خلائق أربع، لو واحدة منهم فلتت التانية تمسكني عن الشتم والخنا. وإني شوف فطرة العربي اللي قرأ القرآن ففهم من هذا التوجيه، وإني ليثنيني عن الشتم والخنا وعن سب ذي القربى. الخنا معنى الكلام القبيح. نعم. خلائق أربع: حياء وإسلام ولطف وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. ده مش ضعف، وأنا قادر على أن أبطش وأنتهك وأحدث الألم، لكنني وجدت أنني محوط بأربع رقائق من اللطف والسمو والرقي: حياء وإسلام وإني ليثنيني عن الشتم والخنا وعن سب ذي القربى خلائق أربع: حياء وإسلام ولطف
وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. ثم بعد ذلك تأملنا الهدي النبوي فوجدنا شيء في غاية العجب في تقديري، إنه ما من شيء كرر صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما كرر النهي عن الفحش والتفحش. واسمع، يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم وابن حبان والبيهقي في شعب اليمن بأسانيدهم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش، فإن الله يبغض الفاحش المتفحش. هدي نبوي. يروي الإمام أبو داود والترمذي والبزار والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش البذيء. ويروي الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. فجعلها من علامات الخراب والانهيار أن يشيع على ألسنة الناس الفحش والتفحش والألفاظ الخارجة السوقية البذيئة، جعلها علامة خراب وانهيار وتداعي الزمان وفقد الخلق وارتفاع الدين وزوال الأخلاق. يروي الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. حضرتك سألتني عن زمن النبوة، هل وقع في زمنهم أن واحد تلفظ بلفظ؟ في صحيح ابن حبان وفي كتاب المختار للضياء المقدسي بأسانيدهم أن سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه جلس بجوار الحجرة النبوية بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فمر عليه مروان بن الحكم فقال له: ما لك تجلس هنا؟ قال: أجلس بجوار قبره وحجرته لأني أحبه. فتلفظ مروان بن الحكم بقول قبيح حتى الكتب لا تنقله، تتورع عنه، تتنزه عن حكايته، فقال له قولا قبيحا وانصرف. فانتفض أسامة بن زيد وهو يقول له: يا مروان، إنك فاحش متفحش، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش المتفحش، وإنك فاحش متفحش. يكررها عليه، إنه إيه الهول اللي أنت عملته؟ ما هذا الخرق والانتهاك للهدي النبوي الذي عمرنا ما شفنا حد ينتهك بهذه الطريقة؟ سيدنا أبو بكر برضو أيضا نسبوا له قول. سيدنا أبو بكر قال قولا فيه ظاهر الشدة في موقف تفاوض سياسي، طرفان سياسيان قاعدين على مائدة التفاوض، وطرف مارس المكر، التلاعب، الضغط السياسي. اللي عايز ينظر في هدي سيدنا أبو بكر يجمع حصيلة 23 سنة من معايشة جناب النبوة، كان فيها رقيقا، أسيفا، حييا، كريما، سريع الدمعة. جلس مرة ورجل يؤذي وهو لا يجيب، فلما أن زاد به الغضب قال له: يعني كف عني، خلاص كفاية بقى، أنت أوجعتني. فقام صلى الله عليه وسلم ينصرف، قال له: يا رسول الله، هو قاعد يشتمني وحضرتك ما تزعلش، ولما أنا أقول له كفاية بقى أنت ضايقتني تسيبني وتمشي؟ قال له: لقد وكل الله ملكا يجيب عنك، فلما أنت بدأت بس تحاول أنك تدافع عن نفسك انصرف. فأنا قمت مشيت، لا أحضر مجلس يعني لا, لا, لا تظلله السكينة ولا تتنزل فيه. رغم شتائمه إلا أن السكينة كانت موجودة، لأني ولأنك قد مضينا على سنن الله في التحلي بشمائل الصالحين. إلا ألخصها لحضرتك في كلمة: سيدنا أبو ذر أقذع له رجل في الكلام، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: شوف، مهما قلت في حقي ومهما أسأت لن أجيبك بشيء أبدا من السوء، إنما جزاء من عصى الله فينا أن نطيع الله فيه. الله. طيب، هل ممكن أن نختم إلا من ظلم؟ شوف كيف فسرها العلماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن يصبر فهو خير له،
هذه حبر الأمة، ترجمان القرآن. يا جماعة لا يخطر ببال إنسان عاقل أبدا أن كلمة إلا من ظلم تتيح للإنسان الفحش والتفحش. ابن عباس فهم منها إيه؟ إيه هو السوء اللي ممكن تجهر به؟ أن تدعو على من ظلمك. شوف كمان سيدنا الحسن يقول لك هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه، ولكن ليقول اللهم أعني عليه، اللهم استخرج لي حقي منه. طيب وكذا قال سيدنا مجاهد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، نزل رجل ضيفا على رجل فأساء ضيافته، يقول له أنت ليه تسيء ضيافتي؟ ليه يا أخي لا تعاملني بالكرم؟ قال هو ده الجهر بالسوء، ده الجهر بالسوء. هو بس هو ده المستوى اللي ممكن الإنسان يجهر به. يقول لك سيدنا قتادة يقول لك أن يظلم الرجل فيروح للقاضي يقول له يا سعادة القاضي الشخص ده ظلمني وأساء إلي واغتصب حقوقي وكذا، قال هو ده بس الجهر بالسوء. شوف الإمام الطاهر بن عاشور بيقول إيه في التفسير، قال وذلك مخصوص بما لا يؤدي إلى القذف. إياك أن تظن أن كونك مظلوم يتيح لك أن تقذف الآخر وأن تسبه بأمه وأبيه، وذلك مخصوص بما لا يؤدي إلى القذف، فإن دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرض لحد القذف أو تعزير الغيبة قائمة في الشريعة، فهذا الاستثناء مفيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب المظلوم في جانب ظالمه. وبعد كده أورد كلام المفسرين اللي أورده سيدنا ابن عباس. سيد قطب الذي يأخذون كلامه فقط في تكفير المسلمين وإذا أمر بمعروف تجاوزوه، بيقول إيه في تفسير الآية، قال ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء، قال ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح الجهر بها هينا مألوفا فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اتهام، ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسنة من النطق بالقبيح. يا جماعة الخير بياخدوا من سيد قطب اللي عايزينه بس، وإذا أمر بالمعروف نعم. لا يتركونه. بشكر حضرتك جدا يا مولانا، الله يحفظك، الله يبارك. بشكر عالم الجليل الأستاذ دكتور أسامة الأزهري، بشكر كودي، كانت نهاية حلقتنا النهاردة. غدا حلقة خاصة جدا، يعني هندخل في حالة روحانية كده من الإنشاد، بركة الاستوديو الجديد برضو، عايزين يبقى عندنا عالم وعندنا إنشاد ديني وعندنا روح طيبة تدعو للتفاؤل والتسامح إن شاء الله. أنا أدعو لكل متابعة حلقة فقرة الإنشاد في الغد إن شاء الله. أنت عارف الفرقة وبتحبها جدا، يعني عشقها. مصر بخير طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.